السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بالدعاء. اتكلمنا كتير في فكره ان فتره الخطوبه دي فتره مهمه جدا للحكم على الزوجين بتوع المستقبل هينفعوا لبعض ولا لا. وللاسف ولاد وبنات كتير مش بيعتبروها كده. بيدخلوا الخطوبه دي لما بيدخلوها بيفتكروا ان هي دي ايه حكم نهائي للجواز، وبيعتبروها فتره لطيفه تبقى حب ورد مشاعر هدايا، ومش واخدين بالهم من الشخصيه والحكم عليها. وهنا يجي السؤال المهم، امتى البنت تاخد قرار بفسخ الخطوبه؟ اللي تشوفه في شخصية الولد فتاخد قرار بفسخ الخطوبة. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب يا رب، محتاجين بجد الستر قوي والصحة يا رب. الستر والصحة يا رب، والرزق الحلال الوفير يا رب، والفردوس يا الأعلى ليا وليك ولكل فريق عمل البرنامج ولكل الناس والمشاهدين يا آمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم آمين آمين. ماشي، خلينا بقى في الخطوبة. هي هتخلص إن شاء الله فترة الخطوبة، يعني احنا بنفسخ دلوقتي. خلاص كفاية عليهم كده. لا هي احنا مكملين، بس احنا في مرحلة كده بنقول لبعض الناس افسخوا الخطوبة بقى. أيوه. احنا بننصحكم ان انتوا تفسخوا الخطوبة لو سمحتوا. ليه بقى يفسخوا الخطوبة؟ لما يكون ده مهم. قبل ما أبدأ بس خليني أقول الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. مهم جدا اللي احنا نقرأ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونربط ده، لو حد بيعرف يقرأ في كتب الطب النفسي يقرأ في الشخصيات اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي. في استقراء من خلال القراءة في كتب الطب النفسي طلعنا بعض الشخصيات كده، ان انت لو انت خطيبك شخصيه من الشخصيات اللي احنا نذكرها دي، لا افسخ خطوبتك. ننصحك ان انت تفسخ الخطوبه على فور. اول حاجه، انت فتره الخطوبه احنا قلنا هي دراسه ومرحله تاكيد للاختيار اللي احنا اخترنا المعايير اللي احنا، سواء معايير اجتماعيه، معايير قلبيه، معايير دينيه، اخترنا على كده. فتره الخطوبه بقى بتظهر بقى الايه السرائر احيانا، ممكن الإنسان مع التعامل معاه شهر شهرين ثلاثة أربعة، أستطيع اللي أنا أفهمه أكتر. فمن خلال كده يبقى البنت عينها على شوية حاجات كده مهمة جدا، اللي أنا أعرف لو ده خطيبي فيه صفة من الصفات دي أو الصفات دي موجودة فيه، إحنا بننصحها ونقول لها ما تكمليش، لأن ده هيتعبك في حياتك فيما بعد. أول حاجة، إحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر والتكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن المتكبرين أحاديث كثيرة جدا، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عارفة الذرة هي إيه؟ عارفة لو إيدي حطيتها على الأرض كده وبعدين نفضتها، فأي حاجة في إيدي موجودة فيها وأنا مش شايفها، وأنا مش شايفها، دي اسمها ذرة. خلاص؟ ده ابن عباس كان يقول كده يعني في التعريف ده. بعدين بقى التعريف اللي هو الـ عند المتخصصين في تعريف الذرة، فله التعريف الآخر ده. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو واحد فيه الذرة دي اللي هي التي لا ترى دي، الإنسان يشوفها كده بعينه ما يعرفش يشوفها، فالإنسان لو فيه ذرة كبر لا يدخل الجنة. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، بيلبس ثياب حلوة والحذاء بتاعه كويس ولمعه بتاعه حاجة زي كده، هذا من الكبر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق رد الحق وغمط الناس، احتقار الناس، ازدراء لإيه الناس. فأول حاجة الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها الشخصية المتكبرة بقى، ده الشخصية المتكبرة اللي هو بيبقى ماشي في الأرض مرحة كده قادر إن هو يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولة كما قال الله عز وجل، وهو أرض تهدي معاليك أدي ومفيش لنا وكلامي هو اللي ينفذ. بس الإنسان من خلال القراءة في كتب الطب النفسي وجدنا فيه شوية صفات كده، الصفات اللي هو إيه، وأنا أرجو كل واحدة تكتب الكلام اللي هو ده. من سمات الشخصية بتتسم بعدة سمات. أول حاجة إن هو شايف كل الناس قدامه كده أقل منه، أقل منه شأن، أنا الكبير ولما أتكلم الكل يسكت، الناس كلها أقزام قدامي، هو شايف كده. أنا هو أنا، الأنا العليا دي عنده ظاهرة قوي، يعني زي ما بنقول ان هو كده في كبر، في غرور، في تناكه في شخصيته، شايف نفسه
هو كويس. ده الشخصيه اللي انت بتشرحها كويس، بس دي بتتسم بعده بقى سمات كده. اول حاجه زي ما انت بتتكلمي ده ماشي. الحاجه الثانيه اللي هو شايف ان كل الناس اللي حواليه لابد ان هم يتفانوا في خدمته. يعني انا كله يخدمني انا. تلاقي واحد كده ممكن تلاتة أربعة في مكتب كده في الشغل، وتلاقي واحد هو تنك عليهم، وقوم انت هات لي اعمل لي كوباية شاي، قوم انت هو تنك في نفسه كده. ده التنك ده اللي بيحب الناس دايما هي تخدمه، ده عمره ما هيخدم زوجته. لما تكون مريضة هيسيبها مريضة، مش هيروح لها أبدا. أناني كمان يبقى. نعم أناني. ما هو احنا لسه هنتكلم، هو فعلا بيبقى شخص أناني يعني. الحاجة التالتة اللي هو بيستغل طاقات وجهود الآخرين، وبعدين ممكن يحط عليها اسمه. لا دي حاجه وحشه بقى. يعني وده على فكره موجوده في، انت عارفه، في لما نشوف في الاعمال العامه تلاقي كل واحد بقى ايه يعمل حاجه وبعدين هو ينسبها لايه، ينسبها لنفسه. الحاجه زي بعد كده هو متعالي. شوفي، عاوز افكر الحديث ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنه، ده ما فيهاش مشكله، بس الراجل دايما بيتعالى بلبسه. انا بشوف اللبس اللي انا بلبسه بكام، وشوف انت ايه. انت عارف هو تعالى في لبسه كده، بيتعالى حتى في كلامه، بيتعالى حتى في مشيته كده اللي هو انا يعني بتاع منظره، بتاع منظره. بص انا هقوله انت ترجمي بقى. ماشي. اللي بعد كده هو راجل دايما مش بيعمل. امال بيعمل ايه؟ هو كثير الحديث عن انجازاتي انا ومواهبي وانا بعمل كذا كذا، وهو ما بيعملش حاجه اصلا. هو دايما يتكلم على ايه، على ما اعرفش ده الترجمه هتقول ايه في الوقت ده. وفي الوقت ذاته بيحتقر الناس التانية. يعني ما حد بيعمل حاجه قدامه يقول له ايه يا عم اللي انت عملته ده، اي كلام، ما فيش مشكله يعني خالص. هو مدي لنفسه حجم اكبر من حجمه. كويس، ممتاز عليك، جزاك الله خير. الحاجه اللي بعد هو كده شخص، كل الصفات دي في شخص واحد. في شخص واحد ده سيء جدا. يعني ممكن يبقى واحد في حته تانية، احنا لو اجتمعت معظم الصفات دي بنقول لها في سخي بقى، مثلا حته أيوة منظر. لكن كل الحاجات دي في بعض لو في واحد، لو اجتمعت او معظمها موجوده في شخص واحد. ده بنقول لها لو سمحت على طول في سخي لايه، ده يبقى عنده من سماته. معلش انا اسف هخلص. اللي هو لا يتعاطف ولا يتالم ولا يضحي من اجل حد. ما بتعاطفش مع الناس. ممكن مراته تبقى تعبانه فعادي مفيش مشكله. اناني أناني في مشاعره، أناني في ما يضحيش من أجل حد. إن تعالى نروح للدكتور، روحي أنت للدكتور، أنا ما أروحش أنا للدكتور. الجو برد، أنت عارفة اللي هو روحي حد قالك إيه دلوقتي يعني. بعد كده اللي هو ممكن لو قدم معروف، قدم صدقة، قدم خير، فده بيقدمه من أجل مصلحته هو بس. يعني هو بيقدم الخير، يقول لك إيه قدم السبت عشان تلاقي الإيه الحاجة. يعني ما بيعملوش لمين؟ لله تعالى. وبعدين ممكن يمعن في إذلال الناس اللي هو قدم لهم المعروف. يعني مش أنا عملت لكم، لازم تنفذوا بقى. فده نخلي بالنا منه قوي. ما عندوش إبداع حقيقي أو إنجاز فعلي، لكن هو بيجيد التقليد، هو بيقلد بس. الراجل ده طيب لما نتجوز مستواك الاجتماعي عامل إزاي؟ طيب مخطط إيه المستقبل؟ هتفضل كده في الشقه دي ولا ناوي ان شاء الله؟ طب انت هتتحرك امتى؟ لا هو الشخص التقليدي العادي اللي هو مش هيقدر يعمل اي حاجه على الاطلاق. الراجل ده يعني ما عندوش طموح، ما عندوش طموح، ما عندوش طموح. الراجل ده من صفاته مثلا او السمات بتاعته اصدقائه، عارفه الصديق المرحلي اللي هو الصديق المرحلي اول ما اكتشفه يبعد عنه ويروح لايه، لاصدقاء تانيين. اخر حاجه اول ما الناس تبعد عنه بيصاب بالاكتئاب، لانه نزعت منه المهابه بقى والناس بتتكلم عليه. فهو هو عايز الناس يبقوا هو دايما يحب ان هو يكون في دائره الضوء دايما يعني. فاللي زي ده معظم الصفات دي او الصفات دي كلها، الصفات دي كل صفه فيهم وحشه، بس ممكن يبقى انسان فيه صفه واحده منهم، لكن لو واحد فيه كل الصفات أو دي معظم يبقى كارثه، او معظم الصفات دي برضه يبقى كارثه. يعني ما ترميش نفسك بقى خلاص، لا افسحي الخطوبه. احنا ناخد تليفونات ونرجع نكمل كلامنا. فاطمه اهلا وسهلا. فاطمه سامعاني؟ رحتي فين؟ هي راحت عشان اتاخرنا عليكي شويه، هي متصله من اول الحلقه. طيب معلش يا فاطمه، ناخد اسماء. الو. ايوه اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا اول مره اتكلم يعني في التليفون والبرنامج وكده. اهلا بيكي، بس وطي التلفزيون يا اسماء. ماشي شكرا. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انا عندي سؤالين، سؤال ليا وسؤال لواحده صاحبتي. قول. طيب ماشي. اول سؤال، يعني هي صاحبتي يعني متجوزه، بس يعني معلش في الكلمه خانت جوزها.
خليته يعني خيانة كاملة ولا حبت عليه واحد ولا ايه؟ يعني خيانة كاملة كاملة. كاملة. إيه بس هي دي اللي حاليا تابت. طب كويس، تابت ورجعت الى ربنا ويعني وندمان. انا بس عاوز اسالك سؤال، عاوز اسالك سؤال، مين قال لك اللي هي خانت خيانة كاملة؟ هي اللي اعترفت؟ هي حكت لك؟ هي اللي حكت لي. هي اعترفت. تمام. حد عارف تاني؟ حد عارف تاني؟ حد عارف تاني يا كاتي؟ انا هحكي لك اهو، هنيجي في الموضوع. حاضر. هي دلوقتي حابه تبعد عن الشخص ده، بس هو اللي مش راضي يسيبها، بيهددها بالصور وبيهددها بكل حاجه. يعني هي بتكلمه ان هي ايه تتلاشي، ان هي ما تنفضحش، فاهمني؟ وهي مش عارفه تعمل ايه. يعني انت هي حكيت لك انت والشخص ده بقى اللي هو دخل في حياتها، مفيش حد تاني يعرف القصه دي؟ لا، هو كان في شخص تالت صاحبه هو اللي يعرف، لما هي خلاص تعبت ولما لقيته بيهددها قالت لما اتكلموا ممكن ايه يخش عنها. جوزها ايه؟ يدافع عنها. يدافع عنها يعني، هو صاحبه. فصاحبه قال لها ايه؟ يعني صاحبه لما لقى صاحبه واقف ضده، هو بعد عن صاحبه هو كمان. يعني صاحبه كان راجل كويس. وهي مش عارفه تعمل ايه، وهي بتقول انا بنكلمه عشان اتلاشى الفضيحه، انا مش عاوزه اخد ذنب ان انا اكلمه تاني. طب ماشي، يعني هو انا بس صاحبه، ايه الحاجات اللي عنده بيهددها بيها يعني؟ صور. صورهم سوا يعني؟ صور وتسجيلات وكده. لا، صور ليهم هما الاثنين. ايوه. وهي مش عارفه تعمل ايه. مسجات مثلا وحاجات كانت بعتها له او كده. ايوه. طيب هي مش عارفه تعمل ايه؟ هي مش عارفه تعمل ايه، وبتقول يعني امانه كلامي ده معايا دلوقتي ان انا تلاشاه هاخد عليه ذنب برضه. ما هي المشكله ان هي لو فضلت تكلمه علشان تتلاشاه ممكن يفضل يضغط عليها فيخليها تعمل حاجه غلط تاني. لا، هي واقفه على الارض يعني ايه قايله ان انا مش هعمل حاجه حرام تاني. ماشي. وبص بالصد يعني بتصده بعدها عنها. ماشي، هي بتصده بس فاتحه باب المكالمات ده. أيوة. عشان هي خايفه انه بيهددها، لكن أيوة. ممكن يفضل أيوة. يضغط عليها ويهددها اكتر ويخليها تعمل مع حاجه تاني. ايوه، هو فعلا انا قلت لها كده. انا مش عارفه انصحها الصراحه، أنا مش عارفه اقول لها ايه. قلت لها روحي قولي لجوزك وريحي دماغك. قالت لي كل واحد وليه رد فعل، انا مش عارفه رد فعل هيكون ايه. هو مش هيستحمل. هي مخلفه؟ هي لا، هي حاليا حامل. هي ممكن لما حملت هدت شويه واتكد ربنا وحاسس بالذنب وكده اكتر. طب يعني الواحد مش عارف. طب السؤال بتاعك ايه بقى؟ انا مش عارفه اقول لها تعمل ايه، وهي بتقول انا مش عاوزه اخد ذنوب تاني اكتر، كلامي ليه ده هاخد عليه الذنب، بس ربنا عارف نيتي انا فيها ايه. طب هو في سؤال انا والله مش عارفه اساله ازاي بجد. لا، مش هنساله. مش هنساله؟ لا. انت عارف السؤال؟ ايه هو السؤال؟ انا عارفه السؤال اللي انت عارفه عارفه. هي متاكده بقى؟ لا، مش متاكده كمان. ده من مين البيبي ده؟ تسالش. ايوه، انا كنت حاسه بكده برضو. تسالش كمان، انا مش عاوزه اتكلم في التفاصيل يعني. لا، ما طبعا يعني اصل الموضوع بصراحه غريب جدا. انا ما كنتش عاوزه اتكلم على حاجه دي على الشاشه، بس انا عاوزاكم تعملوا حلقه على الموضوع ده عشان من شخصيه واحده ده كتير. انا اعرف ناس كتير عن الموضوع ده. انا لسه ما اتجوزتش. ما انت بقى اتعقدتي بقى، مش هتتجوزي. انا اعرف بنات كتير ماشيه في الموضوع ده. انت يعني اعملي حلقه عن الموضوع ده بالذات. هنعمل عن الموضوع ده لان في اكتر من قريب جدا ان شاء الله، يعني خلال اسبوع نعمل حاجه حلقه او اتنين عن الموضوع ده. حاضر. انا عاوزاك بقى تفيدني في الموضوع ده. هي قاعده وسامعه بس هي مش قادره تتكلم. ماشي. مش عارفه تعمل ايه في بطنها يعني. انا قلت يعني انا استغفر الله العظيم سامحني يا رب، انا قلت نزقي يعني ايه كده. هي في الشهر كام؟ لا، هي خلاص عدت معاكي. طيب خلاص. طب بقول لك اسالي بقى السؤال بتاعك انت عشان نجاوبك. خلاص ماشي. انا بصلي الوقت بوقته. بس دماغي دايما مشغوله وانا بصلي، دماغي بتروح في حتت بعيده غصب عني. بتسرحي في الصلاه يعني؟ بسرح في الصلاه. وايه، معلش في الكلمه يعني، بيجي مثلا بقعد استغفر وبدعي، تفكير بيجي في دماغي يقول ايه هو مثلا الاستغفار هيعمل لي ايه، بس عندي يقين ان الاستغفار هيطلعني من حاجات كتير، وعندي يقين ان ربنا هيستجاب دعائي، بس هو ده تفكير بيجي في دماغي لوحده كده، انا مش يقينه بيه، مش مؤمنه بيه. ماشي. فاهماني؟ فاهم. ماشي يا حبيبتي. معلش وشكرا. يعني اولا بالنسبه لسؤال حضرتك اللي هو قضيه اللي انا ممكن اسهو في الصلاه وبتاع،
فده وارد اصلا، وده غالب الناس بيقعوا في الفعل ده. اذا سهى احدكم في صلاته، يعني الحديث يقول كده، اذا سهى احدكم فالسهو ما فيش مشكله فيه. طيب اعمل ايه؟ استعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وبعدين بكمل صلاتي. طيب بعد ما اكمل صلاتي، احنا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ان في ختام الصلاه اللي هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه، بقول ثلاث مرات، بسبح ربنا 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33 او 34، وبعد كده آية الكرسي، وبعدين المعوذات الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كل ده تمام الصلاة، عشان لما يبقى فيه نقص في الصلاة من خلال السهو ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. فأنا مركز في الصلاة بنسبة 70%، 30% تلاقي النوافل بقى بتكمل، تلاقي الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير ده بيكمل، الاستغفار اللي أنت بتقوليه ده كويس جدا يكمل. فسيبك من الشيطان ومداخل الشيطان اللي يقول لك هيعمل لك الاستغفار، لا، هيعمل لك حاجات كتيره جدا، هيكمل كل ده، وان شاء الله ربنا يتقبل منك يا رب العالمين. لكن لو انت سهيتي في الصلاه، انا صليت ركعه ولا اتنين، ابني على الاقل، بمعنى انا بصلي العصر مثلا او الظهر او العشاء اربع ركعات او المغرب ثلاث ركعات، فانا صليت يا رب اتنين ولا ثلاثه، يبقى انا صليت اتنين، بأبني على الايه الاقل، وبعدين اجيب ركعه ثانيه او اكمل بقى الصلاه، وبعدين اسجد سجدتي الايه سجدتي السهو قبل السلام او بعد السلام، ما فيش مشكله. ماشي، اجابتك بقى على سؤالها الاولاني بتاع هو اجابت على السؤال الاولاني، اول حاجه انها يعني لابد ان تصدق مع الله تبارك وتعالى في قضيه التوبه، تصدق صدق اكيد مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله عز وجل لا تتوب فتكثر من الصلوات النوافل بعد الصلوات المفروضات، لأن الراجل لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فواحد قال له ليه خاص يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. فهي تكثر من المسألة دي. الحاجة الثانية، لو تابت إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة مع كثرة الاستغفار والصدقة لغاية لما ربنا يقبل توبة، إمتى بقى؟ أدام أنا مش عارف فأكثري من التوبة إلى يعني لقاء الملك سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، من صدق التوبة قطع العلاقة مع الرجل الثاني ده يا أستاذ دعاء، ما ينفعش إلا أنا أتواصل معه عشان خايف، لا، قطع العلاقة. وربنا تبارك وتعالى لما يلاقي صدق النية ده ربنا تبارك وتعالى بيبعده عنك، وهو مش هيقدر يعمل الكلام ده، لأنه هو كمان هيتفضح، أدام الصور كمان بتاعته موجودة هيتفضح، ومحدش عارف رد فعل جوزك أو أهلك إيه. فأنت اقطع العلاقة تماما وقولي له كده أعلى مفخلك اركبه، يعني أنت تعمل اللي تعمله. طب هو لو استمر في حاجة زي كده وخلاص لا مفر، ممكن تشوفي بقى معرفش تقدر تشوف محامي، تبلغ بقى الشرطة، حاجة زي كده. ده أنا هي تحاول أنها ما تعملش كده عشان ما تتفضحش، هي عايزة تلم. ما أنا بقول لو الدنيا بقى استمرت أكتر من كده، لو هو بدأ بقى إيه يهدد، لا بدأ يظهر فعلا، هي تروح تبلغ عنه. خلاص أدام هو بدأ يظهر أبلغ، بس هو مش هيقدر يظهر ده، قطع العلاقة تماما. وربنا لما يعلم صدق التوبة هيبعدوا عنك ان شاء الله، وربنا هيحميك ان شاء الله عز وجل. طيب اقول لجوزي لا ما تقوليش لجوزك، ما تعرفيش رد الفعل عامل ازاي، توبي الى الله عز وجل، استتري بستر الله تبارك وتعالى، ما تحكيش لحد. صاحبه الثاني بقى اللي صاحب زوجك ده برضه مالكيش علاقه بيه، يعني هو الراجل مالكيش علاقه بيه وصاحبه الثاني مالكيش علاقه بيه لو سمحتي. بالنسبه بقى للحمل، الحمل خلاص ده حمل كامل ينزل، احنا مش متاكدين من مين، خلاص ولا تبحثي عن المساله دي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهي مش متأكدة أصلا ده من مين. فخلينا كده تمام لغاية لما تولدي بالسلام إن شاء الله، لكن صدقي مع الله تبارك وتعالى، وإياكي اللي أنت تفضحي نفسك، استري نفسك، والله عز وجل ستير حليم سبحانه جل وعلا. ولازم هنعمل فعلا حلقة نتكلم فيها، هنعمل حلقات عن الموضوع ده، ان ما ينفعش الست المتجوزه ان هي تبص لواحد تاني او تخون جوزها، وكل راجل برضو متجوز لازم يراعي مراته في الحب وفي المشاعر ويحتويها عشان ما تضطرش ان هي تمشي في خطوات الشيطان وتبص لحد تاني، اي واحد معدي يقول لها انت جميله تروح تعمل معاها علاقه، يعني بسبب ان مثلا جوزها بيشتمها ولا بيضربها ولا ما بيديهاش حقوقها ولا ما بيقولهاش كلمه حلوه، يعني في مشكله في العلاقه الزوجيه، لازم كل واحد
يعني كل واحد عشان احنا عاملين كده السلسله يحتوي الثاني، الست تحتوي جوزها وجوزها يحتويها، اللي هو يبص بره ولا يبص بره. يعني ربنا يهدي الناس. والاصل بقى ان احنا نرجع للدين، ما هو لو الواحد بيعرف ربنا عمره ما هيخون، يعني سبحان الله ربنا. وهو بس السؤال لو حصل حاجه زي كده في لحظه من اللحظات جاء ملك الموت ويبعث الإنسان على ما مات عليه، فكل واحد عمل معصية يستغفر ربه ويتوب إلى الله عز وجل، يصدق التوبة مع الله تبارك وتعالى، يستر نفسه ولا يفضح نفسه أبدا على إطلاق، وربنا إن شاء الله تواب رحيم، بل يبدل هذه السيئات إلى حسنات. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ناخد أم مدحت. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا يا حبيبتي. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بس انا ابني ماشي مع واحده جارتي، وبعدين انا مش عارفه اقول اتصل بابنه وهو جوه معاه ولا ابلغ البوليس ولا اعمل ايه. انا متضايقه جدا من الحكايه دي. لا يعني مش فاهمين، يعني انت ابنك بيعرف واحده جارتك، جارتك دي ست متجوزه يعني، بس جوزها متوفى وقاعده لوحدها تحت. جوزها ومخلفه او جده كمان عندها 60 سنه. جده وابنك هي عندها 60 سنة؟ وابنك عنده كم سنة؟ عنده 44. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وإيه يعني العلاقة مش متوازنة أصلا يعني؟ أنا هعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ أنت ما اتكلمتي قال لك إيه؟ قال أنت مجنونة. طب أنت متأكدة ولا تكوني فعلا عندك شكوك وخلاص؟ متأكدة. متأكدة طبعا. متأكدة. من يعني أقول كده لله لله، أنا حاجة بيت الله وعارفة كل. متأكدة يعني شفتي حاجة بعينك ولا سمعتي في التليفون؟ لا ما شفتش، لقيته نزل تحت وخبط ودخل وقعد عندها لغاية الساعة 12 ونص بالليل. أيوة لما سألتي قال لك إيه؟ قال أنت مجنونة. قال لي إيه؟ أنا قصدي يعني يمكن ما فيش حاجة. لا في يا ماما، في، أنا عارفة كويس. طب أنت ما جربتي تكلميها هي؟ لا طبعا انا شتمت عليها، بس هي سمعت الشتيمه كمان، لانها يعني البيت واطي بتسمع الكلام. ابنك متجوز؟ لا. طب انت دلوقتي السؤال بتاعك انك انت عايز تعملي ايه؟ اتصل بابنها يجي وهو تحت ولا بلغ البوليس عليهم ولا اعمل ايه؟ انا متغاظه جدا جدا جدا. بس انت كده هتعملي كارثه لابنك كمان وليها. انا خايفه لا يدخل يقتله. اعمل ايه؟ طب اعمل ايه طيب؟ يعني الشيخ احمد طبعا هيقولك، بس انا يعني شايف انك تحاولي تتكلمي مع ابنك اكتر. بتكلم وبهدلني، صدقيني بيبهدلني اخر بهدل. اتكلمي معاها، ليه اخوات مع الجيران؟ حضرتك ليه اخوات تاني؟ يعني ليك اولاد تانيين؟ له اخواته بس ممكن يبهدلهم هم كمان، محدش بيقدر يكلمه، ده هو مجرم اصلا. عصبي يعني؟ عصب النفس، ربنا ينتقم منه يا رب. لا معلش ما تدعيش على ابنك برضه. طيب يا حبيبتي ماشي. ده اللي بيعملوا فينا. ماشي يا حبيبة قلبي ماشي. مش عارف يعني، بس بلاش فكرة انها تقول لابنها ولا تقول للبوليس، بلاش الفضايح دي يعني، تحاول هي تلم الاول الموضوع يعني، هي وتتأكد تنصح ابنه، تنصح الست، تنصح دي. ابنها وتنصح الست. تقول لهم والله انا يعني مش عارف يعني ايه اللي يحصل، لان هي يعني خايف اقول كلام، لان هي بتقول ابنها مجرم او حاجه زي كده، فممكن يعني عصبي يعني. الله اعلم يعني، ما فيش ام تدعي على ابنها بالطريقه دي. غلط يعني، الام اللي تدعي على ابنها يبقى شافت المر يعني، خلينا نقول شافت المر من الولد ده. فانا شايف الحاجه اللي انت انصحيها هي كمان، نطلع بقى مستوى تاني. انا والله هبلغ، ما تقوليش الكلمه دي، لان الله اعلم انا خايف من صوت حضرتك ان ممكن ابنك ده ممكن يعمل اي مصيبه سواء مع حضرتك ولا مع غيرك. فقولي اخواته، قولوا له يا جماعه يعني شوفوا صرفه مع اخوكوا ده وربنا يهدي. انا مش عارف والله يعني، مش عارف اقول اكتر من كده يعني. ربنا يهدي. ربنا ادم هو شخص مجرم يا استاذه دعاء. ربنا يهدي. ربنا يهدي. فهمني. ربنا يهدي. ماشي يا شيخ احمد، انا بشكرك في نهايه الفقره. جزاك الله خير. ربنا يكرمك وربنا يهدي الاحوال في كل البيوت يا رب. وانا هسيبكم دلوقتي مع تقرير وتواصل فعاليات حمله بنحب الحياه اللي اطلقتها الجمعيه المصريه لالتهاب الامعاء المناعي للتوعيه بخطوره الامراض المناعيه للامعاء برعايه شركه جانسون مصر. تعالوا نشوف التقرير.
يمكن دي اهداف الاجتماع ده ان هو يمكن نتاج للحمله او التعاون المثمر مع شركه جانسن كاحد الشركات الرائده في مجال علاج الامراض المناعيه عموما. يمكن ده بعد انطلاق حمله بنحب الحياه اللي احنا يمكن عملناها من سنتين تقريبا، وكان الغرض منها ان احنا نوصل لاهم طرف في المنظومه الطبيه هو المريض. طبعا المريض بحيث ان المريض يكون على وعي تام بالاعراض المختلفه، بالذات الاعراض اللي هي بتبقى في بدايه المرض من امراض القولون، المرض القولون المتقرح او مرض كرونز. وبالتالي ان احنا العيانين دول بتوصل لهم الرساله بطريقه مبسطه جدا، عن طريق ان احنا بنطلع اساتذه كبار من الجمعيه على شبكه التواصل الاجتماعي، بحيث ان هم يكونوا موجودين على تواصل تام مع المريض، بحيث انه يعرفوه الحاجات اللي هي الاهم بالنسبه للاعراض المهمه جدا اللي بتكون بدري، وطرق العلاج المختلفه، بحيث ان هو يقدر يروح للدكتور اللي هو ممكن يكون مفيد جدا بالنسبه له. علاج الامراض المناعيه بيمر بكذا مرحله لغايه ما بنوصل الى العلاج البيولوجي. خلال الفتره دي بننقل المريض من حاله عدم استقرار تماما الى حاله استقرار. طبعا التوعيه بتفرق كتير قوي مع المريض. احنا مش بس بنوعي المريض نفسه، احنا كمان بنوعي الكوميونتي اللي حواليه، اهله واصدقائه، لان الدعم بيفرق كتير قوي. لان مريض الامعاء المناعيه حالته النفسيه بتاثر كتير قوي في اعراضه، وكمان الريسبونس بتاعه للعلاجات بتاعته. فالدعم النفسي ليه بيفرق كتير جدا جدا جدا. الجمعيه المصريه اللي ليها اهداف جوه مصر في صوره رفع كفاءه الدكاتره وتدريبهم على وسائل التشخيص وكيفيه العلاج، ودي حاجه خدنا فيها سنين طويله، مؤتمرات وندوات، لدرجه ان احنا عملنا مؤتمرات خاصه بينا احنا كامراض مناعيه للجهاز الهضمي، بحاجه مهمه جدا. والهدف كان هنا ان احنا عارفين ان المرض ده لو ما اتشخص مبكر هنقابل مضاعفات. هو مرض في الاصل التهابي لكنه بيتصرف تصرفات خبيثه شويه، عنده قدره يعمل نواصير، عنده قدره يعمل انسدادات اورام، ويبقى العيان كل شويه في جراحه، كل شويه يوصل لمرحله استئصالات متعدده، ومقابل عيان غير قادر على الانتاج ان لم يكن بيستهلك اقتصاديا مني كتير جدا. شركه جانسون بريادتها وخبرتها الطويله في مجال الامراض المناعيه بتسعى دايما لمسانده المريض المصري. بنؤمن جدا بدورنا في التوعيه. على سبيل المثال، مرضى التهاب الامعاء المناعيه ممكن يتم تشخيصهم بالشكل الصحيح بعد عده سنوات، لان اعراض المرض في بدايته بتتشابه مع أمراض أخرى أشهرها القولون العصبي. لذلك بترعى شركة جانسون حملة بنحب الحياة اللي أطلقتها الجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعية. فخورين جدا إن أول جمعية مناصرة لمرضى التهاب الأمعاء المناعية قررت اختيار شركة جانسون كشريك لها للتوعية بالمرض.